بالنسبة لتأخير الرحلات الجوية، هل تفرق ساعتين عن ثلاثة عن ست ساعات؟ نعم. طيب. أي إذا الرحلة تقريبا بالكيلومترات يحسبونها، تقريبا من ألف من صفر ل 1500 في أوروبا المبلغ ثابت 250 يورو، من 1500 كيلو إلى 3500 كيلو 400 يورو، من 3500 كيلو وأنت طالع مسافة الرحلة يعني، نعم، يحسب لك 600 يورو. في الخليج يختلف الوضع على حسب، إذا رحلة طويلة محتاج ليلة محتاج إقامة ممكن يعوضونك بفنادق، ممكن يعوضونك بقسائم مشتريات للأشياء الضرورية مثل الملابس ومواد التنظيف وما شابه ذلك. فيعتمد من مكان والحالة المقدرة. والله أنا أغلب شيء اللي إحنا بنشوفه لما بتتأخر الرحلة ثلاثة ساعات إلى ستة ساعات مثلا، وبنكون مضطرين نكمل نجلس في المطار، يا إما بيدونا عصيرات يا إما بدونا فوتشر سعرها 3-4 يورو، ويقولون أنا روح أشتروا من أماكن معينة. يعني طبعا ما في شيء سعره في المطار ب 3-4 يورو، العصير سعره 6 يورو ونص بس، أعتقد على حسب شركة الطيران.